وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح السيد محمد يوسف البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أوضح أن مملكة البحرين ستستضيف مؤتمر روتسوورد 2024 حيث سيتم خلاله استضافة ما يقارب 2500 شركة في قطاع الطيران. يعد هذا المؤتمر واحد من أهم وأضخم المؤتمرات في قطاع النقل الجوي في العالم، يطلق عليه روتس وورلد أو مؤتمر تطوير الطرق الجوية. طبعا دي النسخة اللي الحمد لله اليوم تم الإعلان عن استضافة مملكة البحرين لها في عام 2024، راح تكون النسخة 29 للمؤتمر، ووقع الاختيار على شركة المطار كمنظم للحدث في مملكة البحرين، ويستضيف للمؤتمر ما يقارب 2500 مشارك تقريبا من جهات مختلفة في قطاع الطيران، كشركات الطيران، المطارات، والمؤسسات المهتمة بالسياحة.